الجهد الوسيط وحماية الذاكرة الرياضية بمنزل أحد أعضائه، وهو الأستاذ رفقي محمد الخبير الرياضي. ورقة تعريفية لرفقي محمد لمن لا يعرفه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مش كضيوف وكأصدقاء وإخوة، نحبكم حب متبادل، الحب لله والحمد لله اللي لقانا الزمان والوقت. على أي حال محمد الفخري، أنا هذه دار جدودي وأنا زيد هنا وكبر هنا في الدار، ما اللي خرجت فيه من بديت كنعمل، خرجت مشيت للرباط ووزارة التعليم وكنت في الجزيرة عاود رجعت حالي. محمد الفخري من مواليد 42 في أزمور، وترعرعت هنا، أنا من أصول إدريسية، شرفاء دارسة، ولكن كان تنول المولى عبد الله أمغار اللي هو إدريسي في الأصل، لأن جدو من الأدارسة. إوا بارك حلت عليا في الوليد أيام ما نعقل في الخمسينات، بداية الخمسينات، كبرت في واحد البيئة، الوالد كان فقيه وكان حامل كتاب الله واسمه، كان كيتعاشر مع اسمه وكان تفتح وإنسان محافظ، وكنت كنلقى عنده الناس كيتكلموا بسياسة، وكان داك الراديو القديم، وكبرت في هذاك الجو، كنسمع النقاش، نسمع كيدوا على صوت العرب، وعلى ديك الساعة الثورة ديال النصرة كيدوا، وأنا كنسمع كروة، وهذيك بلاد تبريت بحاجة واحدة، وليت كنصنت للراديو. ساعة كنسمع محمد كحلاوي وداك المطربين القدام، عبد العزيز محمود، كريم محمود، أم كلثوم وعبد الله وعبد المطلب، هذو الوكيل. أنا زرعت عندي الحب ديال لا يعني كنت مع الراديو، وليت كنبغي نسمع هذاك الشيء. شوية طلعت للموسيقى، موسيقى طلعت ليها وأنا صغير، كنت كنشوفهم كيلعبوا هكا سميتو، وفي نفس الوقت كنت تنقرا، ولكن ملي جات 53 علينا مشكل مع الفرنسيين، أنا كنت شوية كنت ذكي في القراية ديالي، ولكن هذيك الأستاذة مرت المدير جا كتريكوتي وحاضرين وكتقول لنا ما تهضروا ما تتمملوا ما والو. إوا مني أنا شفت هذيك سموها هكاك وهاك، ما كاين لا قراية لا والو، درنا واحد لاكليك وخرجنا قلنا نهربوا، وكبرنا في جناب الواد والبحر ثلاث سنين، وأنا كنصوي وخدمت هذيك ثلاث سنين، درت لا ميكانيك، درت سيكليست، درت نجار، حداد، ما خليت ما درت، ولكن بحقيقة داكشي كله رجع ليا بالفائدة، تعلمت فيه، عرفت الزمان بأنه صعيب كريم. والوليد كان خياط، ولكن كانت عندو شوية الأرض كيبيع منها، كان مهتم وشاء القدر أن من جرى الاستقلال رجعنا للمدرسة نادمين. وكنتفكر واحد الأستاذة الله يرحمها، أخا فرنسية، هي اللي زرعت فيا واحد الروح، أنا واحد صديق مات الله يرحمه، الروح ديال البحث، ما كاينش مطبقين داك المبدأ، نعلمك باش تصيد ماشي نعطيك السمكة. قالك لا تعطيه السمكة بل علمه كيف يصطاد السمكة. تمام هذاك المبدأ. ومنو بقينا غادي، ومن حسن الحظ ملي دزت بروميير اني كوليج، جاني تاني واحد مسيو ماريوني ان فرونسي، لقانا حنا كنا هذيك ماشي مشكل، هزه حطها حداك، ماشي مشكل، هزه حطها حداك، ماشي مشكل، صافي صافي، داكور صافي، خليها تكرم. لا ارسل صافي ماشي مشكل، الكاري هادو صافي ناخذ حاجه، هذا راه ما مرش كيدير معايا الخمعه هذه، اسمع دابا اسمع. وهذه الطفوله، وعشنا الحقبه ديال الاستعمار، ديك الايام اللي كنا كنصوموا، كانت عندنا ديك الوقيته كانت عندنا سينما، وتتحيد كاع السينما
انا جيت كانت عندنا سينما حيت دابا ما كاين لا سينما لا والو، هاد الايام الاخرى سينما الاخرى 20 عام هادي على اي حال. قلت لك بدينا كان مع هذيك الاستاذه انا مريضون الله يرحمها، علمتنا البحث. ملي جينا البروميراني واحد مشي ماريو نيجا لقانا كنكتبو تعرف حنا المغاربه كنترجمو من العربيه والدارجه وكنخلطو، ولكن كانت عندنا حاجه اللي مهمه هي لا غرامير شديتها مزيان، لا لا غرامير لا لا غرامير ولا النحو بالعربي شديتو مزيان. يعني ملي كتولي تعرف تبني جمله ماشي بحال ما كتعرفش. وهاديك الاستاذه شافتنا هكاك فارقين الناس قالت لي المهم كتقول لنا عطينا لي سيجي دو روشيرش وكافيار بحال لي مور لا مين فامي ولا لي كومبير بحال داكشي. انت ديك الساعه اش كدير؟ كتستعمل ديكسيونير، وليتي مضطر وليتي مضطر تجيب ديكسيونير ديال التراديكسيون، وليتي مضطر تجيب سميتو ديكسيونير ديال التراديكسيون. شكون اللي داير غادي تستافد من ديك من لا روس ومن فوالا؟ لا كاين هذيك قبل هذيك الساعه لا روس كان غير المعجم ديك الساعه. لا كان المعجم، كان المعجم ما كانش لا روس. هذاك عرفته كنت انا باقي عاقل واحد الكتاب مصوب في الجزائر ديك الساعه، واستفدنا منه حتى من لي طون دو كونجوغيزون دير لهم التعريف ديالهم بالعربي، ولكن ماشي داكشي مطمن ولا شي حاجه. انا سمعتو في الانترنت وحده قال لك كيف تتعلم فرنسي عن طريق العربي. كيفاش من فرنسي كيف انا؟ لا ما يمكنش. كيفاش من اي لغه كتتكلم؟ ما كاينش. من هنا واش في امريكا كتهضر 20 كارثه اللغه مشات. لا غير فرنسي. انا بصراحه مع احترام دابا سموه مع الاسف سي رفقي، ندوزو دابا العلاقة ديال الأستاذ رفقي مع الرياضة. أنا دابا في السن ملي غادي داروا كانوا عندنا في حوانا الدراري كبر منا داروا واحد وتقدا واحد فيهم دار فريقة ديال الدرب. ديال الدرب نعم. وهادشي كندوي لك على ديك 53 ملي خرجت من المدرسة. نعم. ولا كنلعبو 53 باقي ما شدينا الاستقلال. لا باقي الساعه ما فاز محمد. باقي المفاوضات. من تما بدينا كنلعبو مشيو على الجناب الواد ومشي ديك الديزه كنمشيو من هاد الديزه ما كنمشيوش. ديك الساعه كان الخلا. لا كاين الخارج ديال معروف كنت تخرج من المدينه القديمه تلقى تقريبا حدا الواد. جناب الواد كنسموها المون. المون بقينا كنلعبو احفياني. احفياني. كان ديك البيلوطه. عقدك كنت فارضوا لها شي 10 دريال. 10 دريال لا بقل وقيل. عرفت لعبنا فيها، لعبنا فيها في الستينات. ولينا كنمشي تما عاود مني جا الاستقلال دارت فرقة الاتحاد بقينا كبرنا شوية ولا بحال كادي بحال جينيور ولا مع صغار. ولكن هاد الصورة اسمح لي غادي نقول عليك كرمو هو مات الناس اللي واحد الرجل عظيم. هاد الصوره ديال الفتح ولينا هنا نعم علاقه مع الفتح لان الماتر ديالنا الماتر ديالنا راه كيعرفوا المغاربه القدام كلهم ديال الكره محمد المريقي. المريقي نعم كان كرون جوار في المعلم ومعاه المرابط اللي كان وزير. هادو اسم سنة هاد الفريق؟ هذا فريق الفتح الرياضي 74 54 55 45 45. هذا هو اللي دار جا اسس الاتحاد. ممكن تعطينا بعض الاسماء الا كان هنا؟ هادو هادو الفتح الرباطي. الرباطي عندي محمد المريقي كنعرفو على قبل شادو. نعم من هنا. هذا شق هو المراوط اللي كان باقي صغير. باقي نعم. المراوط اللي كان ولا كاتب عام ديال وزارة الثقافة. وزارة الشؤون الإسلامية. الإسلامية المرابطة تنسمع بهذا الاسم. كاتب عام في العام هذا شي وقت ديال الرباط. على أي حال هذا الرجل عطانا الأفرج ديال الكرة. أنا دابا لخصت لك كيفاش غادي نضرب. كيفاش هاد السيد ما كاينش دابا بحالو في المغرب. نعم. ودوز لينا داك الشيء باقي في الحياه ولا مات توفى؟ هذا الوالي. الوالي ديالي كان صاحب ما كيجينا تبارك الله. انا هذاك الشيء اللي خدت منه انا ما كاينش دابا تيدور ما تيدورش. شاور القطور اللي كيعرفوا مرقدان
خويري المعلمين الاولين. انت لعبتي كره بعدا في شي فريق هنا في الزمور؟ لعبت طوال ديزيون، لعبت كاترون ديزيون، ولعبت الهواد، ولعبت في رباط الطرابيس وزاره التعليم. عرفت الطرابيس، وكنت انا معروف تم التعرف كاع في الرباط كاع مع رباط تعرف عرفت فتح بيكس استاد ماروكا كلشي حدا بعضياته. و لا لعبت كوره، لعبت كوره، ودابا هادشي اللي كنقدر دابا راني راه مجربتي. وعلاقة ديال رفقي مع لا فيفا، سمعنا بأن رفقي هو منظر ديال لا فيفا، كيفاش العلاقة ديال رفقي مع لا فيفا؟ هذاك الصفر، هذاك الصفر، أنا هذيك القضية ديال لا فيفا، نعم، هذاك البحث اللي درته أنايا، التأمل، أبدي راه كاين هنا غادي كاين شي حوايج، شي حوايج دابا راه داك الشيء أسرار، ها غوارديولا، نعم، وأنتوما نسولكم أنتوما. عمركم شفتوا شي فرقة تتلعب غير في الميم كولوار؟ في الميم كولوار، هذا ديال غوارديولا، غوارديولا غوارديولا ملي كان مع بايرن ميونخ، شوف ليكسبرسيون، اكزارسيس تاكتيك بور بروغريسي دون الميم كولوار، شدوا لي هادي بروغريسي دون الميم كولوار، انا اول من قلتها في التاريخ ديال الكرة، كون مود دو جو، تعرف بها بلاتير؟ ايه دور على هذه شنو هي؟ هذه الخطه ديال غوارديولا، غوارديولا الميم كول واش فين حيوزين؟ آه. شو دخلناك بالله بكري، كان شي واحد يقدر يجي في سته لعابه لاعبين كنت واحد كيقول لك مالهم مجموعين الزم كانت، وهذا الشيء هو اللي كنشوفوا دابا عند زيدان مورينو كرواتيا دنمارك لي كرون زيكيب اللي بقاو في دوك الكاري ولا لي سيس ديرنيير. وهذه الفكره ديال رفقي في الاصل ديالي هي آه. جاو الدراري الاخوان تبارك الله الاعلاميين حسن بصري وسميتو، نعم. وحتى المدربين كنعرفو كل جلسة مع المدربين مديح الله يرحمهم مديح باقي عقل قال لي سيري فكري خصني معاك شي جلسة، وليتو مالي شتو تيدير هذا خو اللي بقى، قلت له الله يرحمه قلت له جيس مصطفى واش كدير هاد القضية؟ قلت له أول مرة، قال لي لا، قلت له راه كديرها مع خويا قال لي كيفاش؟ كنت كتلعب على جهه وحده على المهدوفي وكتطلعوا هي من تما كتلعبوش بجهه اخرى، وي هو انتيجا قال لي لا كنا نبدلو، كنت خصك كنتي كتبدلو، هو يقول لي خصني معاك جلسه ما عرفش راسو هو كيفاش كيدير. مالها هي انا غلطت مع المانيا، غلطت مع المانيا ملي خدها فولير لاعبين على الكولوار دروا، قلت لها هما دايرينها مني جيت انا كان في الانترنت عرفتو كيفاش الالمان تاهلت وعلاش لعب كيفاش كانت كتلعب، لعبوا غير على الكولوار درو، جا واحد اش قال لي علاش هو الحوار التواصل ديالك؟ قال لي لا راه لعبوا على اليمين حيت ما عندهمش لي غوشي، صدقت انا الفكره دونك ديالي عندي بوحدي سي كيفاش تحقق؟ انا ديريكتومون وصلني الخبار عن طريق علاش قلت لك الانترنت بحال هكا، وانا هذيك القضيه ماشي جات هكا، انا حيت مالي من صغري وانا كندرب الفراقي ديال الحومة وكنجرب انا درت واحد السياسه في هاد البلاد راه من الناس ما تعرفهاش وكاين اللي كيعرفها وما تيبغيش يقولها، راه انا من ما غنقولش انا بوحدي، وانا من الناس اللي دخلت الكره الحديثه لهاد المدينه ولاو كيلعبوها في الهضره، كاين حاجه هي راجع شكون غادي يعرف عليك؟ اش كدير السياسه كل حومه كندرب لها فرقه ما دايرش فرقتي ونزرع فيهم داك عرفوا الدراري اللي من بعد وليت مدير تقرير الفريق وعاود ثاني درت رئيس والدراري دابا تبارك الله شحال الفريق هذا اللي دبتي فيه؟ الاتحاد اللي كبرت فيه هو اللي كنت الاتحاد ديال الزمور، الاتحاد الرياضي ديال الزمور، الاتحاد الاتحاد نادي الاتحاد الرياضي الزمور. والعلاقه ديال السي محمد مع بلاطير تحدثنا بلاطير، انا من وصلت لهاد القضيه ديال هذاك البحث وجدتو درت هاد الميثود هاد سميتها لا استراتيجي ديالي الجديده اللي انا ركزت فيها على الميم كولوار قبل هذا عام، راه هذا بعدا بعدا هذا وقت غيره في 2015، انا راه عندي من بادي كتبتو في 2002 باش كتبتو، ما هو عندي انا ب 75 74 وانا بادي نوريكم من جات، غنوري لكم استراتيجيكم باش تبان لكم مزيان باش يوم يتركم.
احنا كنا كنلعبوا في التير المعارج مزير كنسد عليك فرقه ما كتصيفش من يدوز تيوب اللي يجي باش تبارك فيها باش تحل فيها لان بقينا مشتين وكنا تيرالمو اوريزونتالمو غادي نسدو على روسنا والشيء اللي اصلا وقع مع الناس في افريقيا ما صابوش من يدوزو مالو يعني كلهم كيطلعوا كلهم كيهبطوا والاتاكون حيت ملي كتلعب جنب كيولي الموفمون كيولي داكشي اونديلاتوار كيولي لافونسون كيدير لي زابيل دون الكولوار ملي كتشد تبقى كطالع هابط المغرب اصلا باقي كيلعب بهذا الشيء هذا على اي حال هاد الطريقه هادي جاتني من التيران واحد القريه نقولها لكم حيت حتى هي مهمه ماشي انا كنت مزيان في لي مات أنا كنت مزيان في ليمات، أنا عندي ذكاء، وهذاك الاستراتيجي ديال الجيومتري وداك الشيء كله، ديما كخليك تقرا قراءة، وقال لي واحد الإطار كونته أنا عندي هنا، وأعطاني واحد الفكرة، قال لي عرفت أسي واحد أنا كنحلل دابا الماتش، يقدر بدا الماتش قدامي تبدا لاكسيون ونقول لك كيفاش غدوز، كيفاش غتكمل، وكيفاش خصها تكمل، ماشي ديالنا، لي ماتش، لي ماتش، ألمانيا ولا الإنجليز ولا ولا. فرنسا فرنسا راسين غرونديكو فرنسا راسين غرونديكو قبل كادر ديالو وهذوك المدارس ديال عندك هولندا حتى هي مدرسه الجانب الرياضي دابا لا بغيت يسولك على الجانب الفني الجانب الفني انا مشيت عندي داكشي كان باراليل موازي دراسه جيو بعامري بالنحو والاعراب والمات الفرنسي ولا بلستي وما جاك نجبدهم دار قرار إذا جلس وبديت كنقرا صحابي كنجمعهم ونجمع ندري وتزرعت فيا ديك الشوكه ديال الدار وتعلمت منها دابا عطيتكم شي بروسيدير فرونسي كيفاش طنطن انا ولادي معلمهم لي ستركتور غير حيفو قلت لهم شوف لا فرنس دو باز مينيمال راه تروازيمو وضروري يكون عندك الفيرب هادي لا فرونسي ولا لونجلي ولا اي لونج لاتين ولا لونجلو ساكسونيت خاص يكون عندك الفيرب هنا كتعطيني تيوري في الاول عاد كطبق كيما كنديرو في الماط تيوري تطبق عاد كتبدا دير ديمونستراسيون كنقول له ضروري الفيرب على الاقل 70% خاص تقول لا فراز هنا سي جي فيرب كومبلي وهاد القضيه لقيتها غير هاد شي 5 سنين في فيغارو في لافرونس les parents d'élèves revendiquent le retour au fameux trio. Le fameux trio. Donc, c'est-à-dire, un, deux, trois, un adulte numérique, mais deux sujets vers le fond. Il y a des trois, il y a sujets vers le fond. فهمتنا اما الدري اللي انت غتقول له غتجمع في حال كدير له مات واحد جوج ثلاثه كبي ا بي سي دوز الفن دوز الفن لا ولكن هذه القضيه راه هي اللي هو مهم راه الفن دابا هادو ملي كيتخلطوا لك استراتيجي مات فن وكت بزاف غادي تولي راه ملي كتكون شي حاجه من الصفر اكزاكت الفن كنت كنا هذيك البليه ديال الراديو اسمو وكنا ملي كنا غادي للمدرسه ولا لقيت شي حلقه فيها العود نبقى نمشيش للمدرسه كانت عندك شي علاقه مع الموسيقيين ومع من كبرت ملي كبرت ملي كبرت بكري كان عندي مع الناس اللي كيديروا الحلقه جوج من كازا صح معاهم مش عندهم وملي كيجيو شكون هما هاد الاسماء اللي في كازا ديال الحلقه اسمه حجاج من الحي المحمدي غادي معروف وجوج من المدينه القديمه السعلي مولاي علي كان كيكون بلاص بلاد هادوك صحاب العنطريه والازليه لا لا هذوك كيديروا الطرب طرب 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 حيت فن الحلقه فيه بزاف ديال الانواع لا طرب ماشي الازليه لا شي علاقه بالعود العود وي وكنعرض عليه يجيبوا عندي هنا ومن بعد شريت باش شريت العود قررت 3 شهور الدراري جمعت واحد 900 ريال وديك 900 ريال شريت لي عود من جمع الشروح وبقى عندي واحد المده دابا انا عود عندي راه هو خديته شحال تقام عليا بسبعة آلاف درهم مية الله يلا شكون هما الأسماء ديال الأسماء المطربين أو الملحنين لا أنا غنقول لك كيفاش تعلمت اللي تعلمتي نعم من الحظ ديالي واحد الأخ
شي جيران هنا كان في الدار البيضاء كيدير كونسيرفاتوار وأستاذ مات الله يرحمه، وجا تحول هنايا وجا بيانو وسكن سكنا هنا، ولكن عنده بيانو دارهم تسعة جا داير بيانو هنايا كيطنطن كنسمعو كندخل عندو هاديك الساعة راني بلي. وهو اللي بدا معايا الأبجديات ديال الموسيقى، عطاني وراني بان كاين سولفيج ولي نوطرا دي كام، وروح الكتاب عندي راه هو تمايا الموسيقى النظرية، من بعد غادي نشري وتعلمت منه كان واعي. وانا عندي اقتراح المعاهد جوج مواد خصها تدخل، وانا عارفها لا كونسيبسيون ديالها عارفها، نعلم بنادم كيفاش يبدع، ويبدع وراها عطية ديال ربينا وخصكم مهمة، أنا نعلمو كيفاش غادي يخدم راسو ويبدا يخرج داكشي، وهداكشي اللي يدير العباقرة، يعبدوها ولا سنباطي ولا بني حمدي وكلهم لقيتهم كيديرو هاد السيستيم، كيما عرفت كورة عرفت موسيقى، بس الكتير، وهداكشي راه متشابك، راه ديك تعلم اللغة، النحو أنا دابا ماناش أستاذ العربي، ولكن أنا غادي شي واحد يجيب لي فطاح النحو نشدهم. من كناخذ دور الاعراب كناخذ من القران كاين حالات بقى ما كعرف انا هذا شي حرف ولا شي كيقول لي زائد كاين شي حاجه زايده عنده دور انا عارف يعرفه قال لك زائده شي داك لو نو اكسبليتيف لي في الفرنسي ترجمته يوم اللي كنت سي بي ار ترجمته الاستاذ باكاتيرا اللي كيقرا ديك النو اكسبليتيف The bird in the blue. مين جات ديك النو؟ هو راه افيرماتيف تما ماشي نيجاتيف. نيجاتيف. أنا جي في نوراليز بسيك يعني بسيكولوجي بسيكاناليز ديال لو سونتيمون ديال لا نيجاسيون بقى منين؟ بقى من لافراز دو باز شارج قلت لك أنا اللي كنمشي بالافراز دو باز تقول لي بحال الطريقة ديال المات كنبدا بلي مونوم شوية بولينوم شوية كذا إيكواسيون إيكواسيون طا 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 تكتب لي ليزون لي بارونتيز هذا هو الأسلوب اللي كتب نبدا سام رموز لي موان دو طرو كيما في اللي كيكون هو الجوج إذا منين بغي نكتب نفتش على الفيرب هو الأول الأول ناخذو الترجمة فيرب غتفكر في الموضوع تفهمو كتلقى عندك غير فلا شوش واحد طريقة فلا غدير جميلة غدير جميلة خصك تعرف راسي اللي غادي تبني باش راه تبخرها نورمال ممكن يقول لك اون فاكويزيني على هذيك الساعة هذيك لي كومباريزون دو فيزيولوجي كيجيو شكر كيجيو موضوعي سي محمد ممكن ننطلقوا لموضوع آخر كيفاش الالتحاق ديالكم بنادي الوسيط وحماية الذاكرة الرياضية نادي الوسيط الفكرة كيفاش الفكرة أنا هي في الحقيقة الإشاعات اللي وقعت والمقالات والرياضية وقعت معايا بزاف ديال اللقاءات وتشهرت فسميتو وصل الصدى في الحياني الحياني عيط عليا عقلنا ما اللي مشينا تلقينا كاملين دار معايا قال لي جي غادي نديرو شي نادي باش تعتبر من المؤسسين في الجمع العام في الجمع ولا عرف القيمة ديالك عرف نعم طبعا هو الميدان هو ولد الميدان عرف القيمة ديالك الرياضية والفنية هو دابا الصدى غادي يوصل ما وصلش مباشرة من تا شافوا الناس برا كدوي عليك كدوي عليك انا عندي علاقة مع لي زونترينا في فرنسا في سويسرا عندي علاقة علاش هاد الخبرة ديالك علاش ما يستافش بها البلد ديالك شنو هما العوائق مهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المهم حنا تنهضروا على الكرة حنا غنهضروا مثلا علاش هاد الشيء دابا ديال السي رفقي الناس ديال برا تيعرفوه وحنا لا فيفا تيعرفوه عنده علاقة وطيدة مع لا فيفا وحنا الناس ديال المغرب راه لا فيفا راني حبست لان واحد السيد خدام تما فيها شنو قال لي قطعتي لا صافي خذ هادي لا غنصور لا غنصور ماشي لا ماشي مشكل غنصور هذاك اللي في الصور انا هي راني سي راه فيه هادي
هانت هكذا كنت بزاف في المواقع هكذا هكذا كنت تحوط في البلاصة صافي ما عليش على اين اللي اين كاين كاينه مجموعه ديال الوثائق نعم الجزائر من سويسرا نعم ندوزوا الان الاحد ندوزوا الان الاحد المؤسسين ديال نادي الوسيط وحمايه الذاكره الرياضيه سي محمد برامي كيفاش جات العلاقه ديالك مع اولا مع محمد رفقي اللي هو عضو ديال الوسيط بسم الله الرحمن الرحيم على اين كيف قال هو اللقاء الاول طبعا تم عبر الجمل العام تما فين تم اللقاء الاول ولكن من بعد بحكم الايام والتواصل واللقاءات اكتشفت يعني هذا السرد اللي كان كيسرد اكتشفت ان انسان شخص عنده درايه بالحياه وبالمجتمع وبالتاريخ وهاد الدار هادي انا كنعتبرها زاويه هذا محج للثقافيين والفنانين والرياضيين داكشي باش هادي راه زاويه ديال هاد الناس هادو وطبعا ملي انطلق الوسيط انت على علم وعلى درايه بالانطلاقه ديالو كان حماس وكان تشجيع وكان واحد الشعله كلشي باغي يزيد لقدام وكان الاستاذ رفقي من جمله الناس اللي حاملين هاد الشعلة باش الوسيط يزيد للأمام ولمست أنا بأنه هذا السيد عنده إضافات وبقيت هذه ماشي الزيارة الأولى ديالي ولا الثانية لأن أنا قمت بعدة زيارات مع أصدقاء آخرين ودائما أنا أعتز بصداقته وبمعرفته ونتمنى أنه يكون إضافة للجمع ديالنا وهذا ما عندي ما نقول المكتبة ديال السي رفقي هذه المكتبة الموسيقية ديال السي رفقي الثقافية تاعي لتحت وهذه كلها كرة أرشيف الرياضة العالمية كرة عربية وهذو بعد والتكوين هذو بعد الصور ديال السي رفقي الفريق الاتحاد وهذه الأساتذة الزبور وهذه المولودية تاعت اسكندرية هذه رخصة من الاتحاد هذه بعض الصور هذه تكريمات نعم هذو بعض الشواهد التقديرية وهذيك الكؤوس كلها اللي راه بحال فرق يجيو لي السي رفقي غنحاولوا نختموا هاد اللقاء بمقطوعه تعطينا شي بسم الله انا غادي نسحب راسي ماشي مشكل قبل ولا سير الله الختام غيكون على انغام العود نستمعوا الآن بعض المقطوعات ديال الفنان ديالنا رفقي Thank you.
سولان. تبارك الله يا سي محمد، تبارك الله. Thank you.
الكريم بتعلم شوف القرون بتعلم بتعلم دين الحبايب يا رب تتكلم شوف 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 الورود بتعلم مسخينا بالجلسه ديالك، جلسه ممتعه، جلسه ممتعه مع الفنان الكبير ديالنا سي محمد رفقي. تنتمنوا لك صحه جيده وطول العمر. كنت مع موقع ميت سبور ان، ونتلقاو ان شاء الله فرصه قادمه ان شاء الله، وشكرا على حسن الضيافه.